بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم الذي أيد سلطانه، وقال أعز من قائل سبحانه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، ظاهر البرهان، محكم البيان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصلاة وسلاما دائمين سرمديين على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ يزيد محمد القطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، على تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. صدق الله.
راعي حفلنا الكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله ورعاه، معالي السيد جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب المعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي، سلام فاح في الآفاق مسكا يطيبكم بأشواق الفؤاد، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا إليه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. لقد بذلت الكويت على مر السنين وحتى يومنا هذا كل ما في وسعها للاهتمام بهذا الكتاب العظيم حفظا في الصدور وخطا في السطور، واليوم واستكمالا لهذا الموروث الحضاري الرائد جاءت جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته تتويجا لهذه الجهود، فكانت فكرة تدور في الرؤوس فاستلطفتها النفوس فأصبحت عملا محسوس. أيها الأحبة الكرام، أترك الكلمة الآن لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد عبد المحسن الحماد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج لا شبهة فيه ولا ارتياب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب والمرسل إلى خير أمة أخرجت للناس بأقوم شريعة وأفضل كتاب، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، أصحاب المعالي الوزراء، سمو ولي العهد وأصحاب المعالي الوزراء ومعالي رئيس مجلس الأمة والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم بشفاعة القرآن الكريم من الجنة نزلا، وأهلا بكم في ختام هذه الجائزة المباركة، جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته. يا صاحب السمو، لقد من الله علينا بهذه المبادرة وسيخلد التاريخ بيد الوفاء ويكتب بمداد الفخر والثناء في صفحة جديدة من صفحات عهدكم الميمون إقامة هذه الجائزة التي لمثلها يتنافس المتنافسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، رواه البخاري. قال أهل العلم: إن المراد هنا بالحسد الغبطة، وهي تمني مثل تلك النعمة،
وليس تمني زوال تلك النعمة عن المحسود، لأن ذلك من الحسد المذموم. يا صاحب السمو، إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته هي بذرة مباركة غرستها يدكم الكريمة، وقد غدت كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إنه حصاد سنة كاملة، عقول مدبرة وأيد عاملة، فما برح أعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية يسهرون الليالي في عمل متواصل، مؤملين أن يطلع الصبح فتشرق فيه شمس هذه الجائزة، جائزة اصطفي لتحكيمها كبار العلماء، واستضيف لتقويمها أشهر أهل الإقراء، وجلس بين أيديهم سفراء الدول الشقيقة ومهرة البلاد الصديقة، الذين وفدوا على هذه الجائزة من 40 دولة ما بين خليجية وعربية وإسلامية، من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. فجزاكم الله يا صاحب السمو عنا خير الجزاء، وأجزل لكم في الدارين كريم المثوبة والفضل والعطاء. أيها الجمع الكريم، لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم قبل ما يزيد على 14 قرناً من الزمان، ومع ذلك لا يزال غضاً طرياً كأنما أنزل على هذه الأمة هذا العام. فلا يزال هذا القرآن الكريم رغم تقلبات الدهر وتداول الأيام نوراً يضيء، وكتاباً يتلى، ودستوراً يتبع، وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، ويربي لنا جيلاً من أمثال هؤلاء الحفظة الذين تنافسوا في هذه الجائزة، يتحلى بسماحة الإيمان والإسلام، ويتجمل بوسطية الشرائع والأحكام. وإن من خصائص هذه الجائزة التي تدعو للمفاخرة أنها أول جائزة دولية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، فكما أن الحفاظ البررة يتنافسون تنافساً شريفاً على جائزة حفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته، فكذلك المهندسون يتنافسون على جائزة أفضل مشروع تقني يخدم هذا القرآن ويسر حفظ آياته، مع ما صاحب ذلك من ورش ومحاضرات قرآنية حضرها كافة الشرائع المجتمعية والفئات العمرية. وبرعاية كريمة منكم يا صاحب السمو، فإننا سنمضي إن شاء الله قدماً في خدمة القرآن الكريم، وتزاحم جائزة الكويت لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته نظائرها من المشاريع الخيرية، وتنافس بقية أخواتها من المساهمات الإنسانية التي عرف العالم أجمع سبق دولة الكويت وأهلها في تقديمها. وقبل أن أختم كلمتي، أود أن أذكر نفسي وأبنائي المشاركين في هذه المسابقة بما ينبغي لطالب العلم وحافظ القرآن الكريم من وجوب الالتزام والعمل بأدب القرآن وخصال النبوة الشريفة، فإن من أوتي القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي له أن يجهل مع من جهل وفي جوفه شيء من كلام الله تعالى، كما ينبغي لحافظ القرآن الكريم مداومة تلاوته وحفظه واستذكاره حتى لا يتعرض للنسيان، والنسيان آفة الإنسان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي والتحذير من ذلك،
ومن تعلم القرآن الكريم لزمه أن يعلمه غيره وأن يعمل به ويسير على هديه. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، واجعله لقلوبنا ربيعًا ونورًا وعندك شفيعًا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد.